انا شاعر ادهم عادل، واليوم راح انشرح لكم روايه لصفحه متابعي العراق الجديد، روايه مهمه جدا، روايه تنتمي للادب الروسي، هي روايه الام لمكسيم غوركي. هاي الروايه اللي هي تتحدث عن نضال الام، عن ثبات على المبدا، عن التضحيه من اجل الوطن، من اجل الشرف، من اجل الحب. وكان من الروايات جدا مهمه اللي هي اسست لمبادئ مهمه في كثير من الشعوب. انصح بقراءه هاي الروايه، هي روايه مهمه وراح اضيف هواي لحياتكم. تحياتي ادهم عادل.